التداول طبعا من زمان بدأوا في جهودهم لتمكين المرأة، واليوم قاعدين نتوج هذه الجهود بتوقيع تداول الآن بالالتزام لتمكين المرأة وإتاحة تكافؤ الفرص لها ضمن المبادرات للتنمية المستدامة للأمم المتحدة في خلق سوق مالية مستدامة في السوق السعودي. تداول اليوم مكنت المرأة 30% من قيادات تداول سيدات، وأيضا 23% من الموظفات سيدات، والتمكين هذا مو فقط في حدود تداول، هو أيضا في نشر الوعي في أكثر من 190 شركة مدرجة عندنا في السوق السعودي لتنمية المرأة والنهوض بالإصلاح الاقتصادي المطلوب الآن في ظل رؤية 2030. دور المرأة في القطاع المالي في السعودية دور كبير وفعال. القطاع المالي من أكثر القطاعات اللي مكنت المرأة في آخر 20 سنة. ظهرت قيادات شابة سعودية من السيدات في القطاع المالي بشكل عام أثبتوا جدارتهم. القطاع المالي اليوم في قطاع المال والتأمين والعقارات مثلا في عام 2007 كان عدد الموظفات في هذا القطاع 2650 موظفة، اليوم عندنا أكثر من 23,000 موظفة في القطاع ككل. وأيضا كما ذكرت أنه من أكثر القطاعات اللي مكنت المرأة سواء في رئاسة مجالس الإدارة أو في تولي المناصب القيادية في الشركات في القطاعين الحكومي والخاص المالي. اليوم دور المرأة والرجل مكمل لبعض في المجتمع، وإحنا نفخر فيهم جميعا، وعندنا كثير من الأمثلة الوطنية والنساء التي أنجزنا في المملكة، وإن شاء الله نشوف أكثر وأكثر في المستقبل.